بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا الشهر المبارك الطيب ما زلنا مع حلقاتنا هاته وأريج رمضان ينبعث من هذه الأيام وروائح الزكية، وقد دخلنا العشرين، أي دخلنا العشر الأواخر من رمضان، ونحن نلتمس هذه الليلة المباركة التي هي الليلة التي تعتبر تاج رمضان، تاج مفرق رمضان ودرته، فهذه الدرة اليتيمة، وهذه الليلة المباركة التي نوه الله بها القرآن أيما تنويه. وقد ذكرنا في حلقات ماضية بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجهنا لنطلبها ولنتحراها أيما تحر في هذه العشر الأواخر من رمضان، حيث كان هو عليه الصلاة والسلام يتحراها ويجتهد في طلبها، ووجه أمته وحردهم وحثهم ورغبهم في طلبها، وكان عليه الصلاة والسلام قد أريها وعرفها وخرج ليخبر بها الصحابة، فوجد رجلين من أمته يتلاحيان أي يتخاصمان، كما في حديث عبادة قال عبادة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر أصحابه بليلة رمضان، فوجد رجلين يتلاحيان، فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فوجدت فلان وفلان يتلاحيان فرفعت، وعسى أن يكون خير لكم، أو عسى أن يكون خيرا لكم، أي عسى أن يكون رفعها خيرا لكم، فالتمسوها في السبع والتسع. كان عليه الصلاة والسلام قد خرج ليخبر بها أصحابه فتتعين، فشاء الله بحكمته البالغة أن ترفع عن الأمة بسبب خلاف وقع بين شخصين، وفي ذلك إشارة إلى أن الخلاف والنزاع من أسباب رفع الخير أو من أسباب تأخير الخير، حتى إن الله عز وجل يقول لملائكته: عندما ترفع الأعمال إليه يوم الاثنين والخميس، يقول سبحانه وتعالى لملائكة المكلفين برفع الأعمال: أخروا فلانا وفلانا حتى يصطلحا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن في هذا الرفع أسرارا من أسرار هذا الرفع، حتى يكون العبد واقفا على باب سيده يرغب إليه ويطلبه ويتملق إليه ويجمع قلبه على ربه سائلا مولاه سبحانه وتعالى في هذه العشر كلها
أن يجعله ممن وافق ليلة القدر وممن قدر له أن يقومها حتى يكرمه الله عز وجل بهذا الكرم العظيم الذي أكرم به كل من قام ليلة القدر. فكيف نحيي هذه الليلة وقد ذكرنا أنها ليست معينة إلا في قول أبي بن كعب رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام مسلم، فهو رضي الله عنه قد عينها بأنها في ليلة 27 وأقسم بالله عز وجل على ذلك. ولذلك المطلوب منا أن نجتهد في هذه العشر لطلبها وإدراكها وإحرازها والحصول عليها، ولا سيما في أوتار السبع، في أوتار العشر، ولا سيما في ليلة السابع. هكذا قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى، واستنبطوا ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك. ففي حديث عائشة: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث عبد الله بن عباس، وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث عائشة أيضا: التمسوها في الوتر من عشر الأواخر من رمضان. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله تعالى والفضلاء وأخيار هذه الأمة يخصون هذه العشر بأنواع من العبادات والانقطاع إلى الله عز وجل. إذن كيف نحيي هذه الليلة من بين هذه الليالي؟ أولا، ينبغي للعبد الصالح المؤمن وللأمة الصالحة المؤمنة أن تنطلق من الإخلاص لله رب العالمين والعبودية له سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه والفقر والافتقار إليه حين يدخل المؤمن الصالح أو المؤمنة الصالحة إلى ليلة من هذه الليالي. كل ليلة ينبغي لك يا أخي وينبغي للأخت المسلمة أن تدخل على الله عز وجل في كل ليلة من هذه الليالي من باب الفقر والافتقار والذل والانكسار وتمرغ على باب الله سبحانه وتعالى. ثم مما استحبه بعض أهل العلم أن يغتسل الإنسان في هذه الليلة وأن يتوجه إلى الله توجها خاصا. هناك التوجه الذي ينبغي في كل حين وفي كل وقت، وهناك التوجه لله في خصوص رمضان، وهناك التوجه إلى الله هنا توجها خاصا، فيه من إحضار القلب وفيه من إحضار الإخلاص وفيه من إحضار الإقبال على الله عز وجل، وفيه من إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وفيه من إفراد الله عز وجل بالتوجه ما يكون العبد قد وصل فيه إلى درجة الاضطرار حتى يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من هذه الأمور أن يستحضر العبد أن هذه الليلة هي الليلة التي نزل فيها هذا القرآن الذي يحيي الله به القلوب. فقد قال الله جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فينبغي هنا إحضار القلب وإحضار الروح هذا القرآن الذي نزل في هذه الليلة، حيث نزل إلى الدنيا جملة واحدة، إلى سماء الدنيا، نزل إلى سماء الدنيا في بيت العزة مرة واحدة، ثم أخذ ينزل شيئا فشيئا مدة 23 سنة.
فهذا أوان نزول القرآن، وهذا ظرف نزول القرآن، وهذا وقت نزول القرآن، واختار الله نزوله أو بدء نزوله في الليل، ذلك لأن الليل هو خلوة الصالحين بربهم وجليس المقربين إلى الله، وهو ظرف القيام ومحل التلذذ بآيات رب العالمين، وهو محل التجليات القرآنية. إذن هذا أمر آخر ينبغي أن نستحضره في هذه الليالي، في كل ليلة من هذه الليالي، لا سيما الليالي الوتر، ولا سيما ليلة 27. استحضار القرآن الكريم واستحضار أسراره وجمع القلب على تدبر القرآن الكريم، فللقرآن الكريم عطاء في هذه الأيام خاص لأهل التخصيص وللأهل التفرد ولأهل القنوت ولأهل التعرض لهذه النفحات الربانية. ثالثا من هذه الأمور، حين نخرج إلى بيوت الله لمن وفق لأن يقوم ليلة القدر في بيوت الله عز وجل، يوقن إيقانا شديدا أن الله عز وجل قد أقبل على عباده، فعليك أخي أن توقن إيقانا شديدا أن ربك قد أقبل عليك إقبالا خاصا في هذه الليالي، فكن أنت ممن جامع قلبه على ربه. إياك أن يلتفت قلبك إلى غير الله، فحين تقبل على قيامك وصلاتك فهنا جاهد نفسك في إحضار قلبك وفي إحضار روحك وفي إحضار قلبك على ربك وفي إحضار إقبالك على مولاك، وتيقن أن ربك قد أقبل عليك الآن جل وعلا، ورفع ما بينك وبينه من حجاب وستار، فإياك أن يلتفت قلبك إلى غير الله حتى لا يعود الستار والحجاب فيما بينك وبين مولاك. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام سواء مع إمامك الذي اقتديت به بعد أن صليت العشاء جماعة فهذا أمر لا بد منه، فإذا ما كبرت لهذا القيام الذي هو قيام ليلة القدر سواء كنت مع إمامك الذي تقتدي به أو كنت مع نفسك، فحين تبدأ بقراءة الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح وبعد التعوذ من عدوك الذي يريد أن يحول بينك وبين ربك، فاستحضر أنك قد لجأت إلى الله وأن الله قد قبل لجوءك واحتميت به من عدوك الذي يريد أن يفسد عليك قيامك ويريد أن يفسد عليك إقبالك على الله. تيقن أن الله حين دعوت بدعاء الاستفتاح ثم استعذت ثم استعنت ببسم الله الرحمن الرحيم أنه قد فتح لك الباب. إذن فأقبل على مولاك جل وعلا وابدأ بأول سورة التي تؤهلك للمناجاة بينك وبين مولاك، واستحضر أنك حين تقول الحمد لله رب العالمين فإن ربك يجيبك، فاستحضر هذه الإجابة وحضر قلبك ليسمع هذه الإجابة حتى كأنك تسمعها عيانا، إجابة مولاك لك حين
بدأت بمناجاته بقولك الحمد لله رب العالمين، أجابك مولاك بقوله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. تأمل في هذه الإجابة الربانية، وهي تتنزل على قلبك وتتنزل على روحك، حمدني عبدي. وتأمل في كلمة عبدي حيث يكررها معك مولاك أكثر من مرة، في أول سورة تستفتح بها قيامك بين يدي الله. أما حين تقرأ وتنتقل إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى الرحمن الرحيم، فإن مولاك جل وعلا يجيبك بقوله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. وحين تنتقل إلى الآية التي تليها ملك يوم الدين يجيبك ربك سبحانه وتعالى بقوله مجدني عبدي. وحين تنتقل إلى الآية التي تليها إياك نعبد وإياك نستعين يجيبك مولاك سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وحين تنتقل إلى الآية التي تليها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجيبك مولاك سبحانه وتعالى بقوله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلو تأملت هذه الكلمات الربانية التي تأتيك من عند المولى سبحانه وتعالى، لو استحضرناها استحضارا حقيقيا لطارت قلوبنا شوقا إلى مولانا سبحانه وتعالى، ولزال كل حجاب بين القلوب وبين ربها، ولتبخرت كل الظلمات وكل دخان من دخان الشهوات، وصار القلب أنقى وأرقى وأطهر، وصار أصفى وأنور، واستقبل حينئذ ما يرد عليه من اللطائف القرآنية التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية، مكتفين في هذا القدر بما ذكرنا، سائلين من المولى جل وعلا أن يمن علينا بموافقة ليلة القدر حتى نكون من المقربين وحتى نكون من المقبولين. إن ربنا سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.